من أدعية السحر في السفر عند مسلم كان النبي إذا أسحر قال، احفظ الدعاء هذا إذا كنت مسافر وجاء عليك وقت السحر وانت في الطريق، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذ بالله من النار، يعني ملتجئ إليك يا رب العالمين أن تنجيني من النار. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا، اللهم أنت الصاحب فين؟ في السفر. وأفضل علينا عائذا بالله من النار. نعم.